أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى الرابعة من العربية، وهذه أبرز عناوين اليوم. أمير الكويت يؤكد مراقبة المشهد وإعطاء الفرصة في البرلمان، ويدعو أعضاء فيه لمراجعة حساباتهم. مجلس الوزراء السعودي يوافق على إصدار التراخيص اللازمة لتأسيس أول بنكين رقميين في البلاد. مصادر خاصة تكشف للعربية آلية الاختيار بين نحو 540 ألف متقدم لموسم الحج القادم. أيضا ما تتابعون في الرابع. الهدف هو معاقبة المستثمرين، لكن أعطت فترة تصحيحية لمعالجة وضع. وزير التجارة السعودية تحدث للعربية عن تقدم أكثر من 800 شخص لتصحيح أوضاع تتعلق بالتستر التجاري. الحمد، أكثر من 1250 شركة تقدمت البرنامج اليوم في معرض الصحة العربي، اللي هو أول معرض. ومسؤول سعودي يكشف للعربية عن تقدم أكثر من 1200 شركة لبرنامج صنع في السعودية. أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مراقبة المشهد في البلاد بكل دقة وروية وإعطاء الفرص المتكررة. الشيخ نواف حذر أعضاء بمجلس الأمة من تجاوز الخطوط الحمراء التي من شأنها الإضرار بالبلاد، كما أكد على إمكانية اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات لمنع تمادي المتجاوزين، داعيا إياهم لمراجعة حساباتهم. وفي الحوار الذي أجرته معه صحيفة السياسة الكويتية، أضاف الشيخ نواف أن الديمقراطية الإيجابية التي تنطلق من الدستور هي الخيار الذي لن يسمح باستغلاله للعبث. أمير الكويت أشار أيضا خلال الحوار إلى نهضة شاملة ستشهدها الكويت نتيجة استحقاقات قادمة على كافة المستويات، خاصة الأمن وهيبة الدولة. معنا من الكويت عبر سكايب الإعلامي أحمد المليفي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. تصريحات أمير الكويت تأتي بعد يوم واحد فقط من أحداث مجلس الأمة. هل هناك رسالة من الأمير لما يدور من جدل تحت قبة عبد الله السالم؟ أسعد الله مساءكم. لا شك أن يعني هذه الرسالة الواضحة الساطعة هي ردا حقيقة على ما يجري من يعني شطط في مجلس الأمة ومن أعضاء مجلس الأمة. كلنا رأينا يعني ماذا جرى في هذه الحكومة التي اضطرت لأن تقر الميزانية وقوفا كما يقال، وذلك بعد أن استولى يعني بعض كما يقال أعضاء مجلس الأمة على كراسي الحكومة، وذلك يعني طريقة من طرق منعهم من الحضور ومنعهم من يعني إقامة هذه الجلسة الخطيرة المهمة، والتي لو لم تكن لشلت الكويت ولشلت جميع الوزارات ولتوقفت جميع الرواتب. هذه الميزانية اللي هي بحدود 23 مليار دينار هم الآن يتباكون عليها، ويقولون أن الحكومة قد أقرت ميزانية بهذه الضخامة وقوفا. ما أنتم الذين قتلتوا القتيل ومشيتم في جناسته، كما يقال يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. هذا من صنع أيديكم. اليوم ماذا استفاد المواطن الكويتي من كل هذه الجعجعة التي لم نرى منها طحينا، لم نرى منها قانونا واحدا منذ أن جئتم إلى مجلس الأمة؟ ماذا فعلتم عدا عن الصدام وعدا عن الصراخ وعدا عن أجندات خارجية وطلبات لا تمت للمواطن ولا للكويت بصلة أبدا، وإنما لأفراد قليلة لا يتعدون عدد أصابع اليد، وكأنهم مأمورون من آخرين، يعني منصبين من آخرين
ماذا استفدنا منهم بالله عليكم؟ طيب. هذه هي حقيقة جعلت الأمير حفظه الله يوجه هذه الرسالة الصريحة أنه لن يسمح بالعبث بالكويت. طيب أيضاً الأمير أستاذ أحمد أكد بشكل واضح على مسألة ديمقراطية الكويت، ولكنه أشار في المقابل إلى أنه لن يسمح باستغلال هذه الديمقراطية للعبث بأمن ومستقبل الكويت. لا شك أن طبعاً المشاهد العزيز في كل مكان يعلم أن الديمقراطية بالكويت هي نظام كما يقال برلماني رئاسي، أي أنه نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني. فكما أن البرلمان يشرع فالأمير يشرع، وكما أن البرلمان يملك حق من حقوق القوانين أيضا الأمير يملك حقوقا أخرى، فهو بهذه الصفة الأمير له حق وهم لهم حقوق، وبالتالي إذا طغى يعني البرلمان على سلطات غيره وإذا تجاوز فالأمير يضع له حد، وهناك محكمة دستورية يجب أن تكون مرجعية. هؤلاء للأسف لا يريدون مرجعية إلا هم أنفسهم، فإذا ما صدرت الأحكام لصالحهم أثنوا وشكروا وقالوا هذا القضاء النزيه، ولكن إذا كان العكس ذموا وطعنوا وغدروا إلى آخره. لذلك نحن نعتقد أن ما قاله الأمير بهذه السطور القليلة والمعاني الكثيرة قد حددت الأطر المستقبلية لخطوات المجتمع الكويتي بما فيها البرلمان وبما فيها الصحافة، بل أن الأمير أثنى على الصحافة والصحفيين الوطنيين الذين وإن شدوا في كلماتهم ولكنهم يريدون مصلحة الكويت بدون شطط وبدون كما يقال تجاوز. هذا هو المنتظر اليوم. نحن اليوم أمام يعني كما يقال كلمة الأمير، لا نملك إلا أن نقول سمعا وطاعة، ونريد الآخرين الذين يعني كما يقال يتباكون بهذه الكلمات ولكن لا ينفذونها، نريد أن نرى مدى تطبيقها على أرض الواقع. هذا ما ننتظره من هؤلاء الأعضاء. الشيخ نواف تحدث عن استحقاقات مهمة وقادمة في مستقبل الكويت، خاصة الأمن وهيبة الدولة، ما علاقة ذلك بمجلس الأمة؟ حقيقة يعني لا يعني يغيب عن أي مواطن كويتي أن هناك مجموعة هي مسيرة من الخارج شاءت أم أبت، والدليل أن يعني هم جاءوا كما يقال بطلبات لا ثانية لهما. أحد الطلبات مجموعة تركيا، أما أن نحصل على ما يسمى بالعفو الشامل والتي تسقط جميع الجرائم المحكومة النهائية، وهذه تمثل أجندة خارجية ولأشخاص محددين على أصابع اليد، والبند الثاني أنه لا نريد الرئيسين كما يقال رئيس الوزراء ورئيس المجلس، وهذه حددها الأمير أنها لا عبث فيها. بالنهاية هذه تخضع للدستور وتخضع للديمقراطية وتخضع للتصويت، فمن يفوز فيها يأخذها. أما قضية يعني تنصيب رئيس الوزراء فهو حق أصيل للأمير، وهم بذلك يتعدون على هذا الحق الأصيل، بل ويريدون استجوابه قبل حتى أن ينطق بكلمة. يا رجل حتى قبل أن يجلس على كرسيه يريدون أن يستجوبوا الشخص قبل أن يحكم، قبل أن يتولى حكومة. ولذلك هذا عبث بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ومهما حاول الآخرين الكذب وكما يقال يعني تلوين الكلمات وزخرفة الكلمات، فالمواطن الكويتي واعي جدا جدا لهذا العبث. نعم. إلى أي أمرين نحن أقرب الآن بعد حديث سمو الأمير عن الخطوط الحمراء؟ هل نحن أقرب إلى حل مجلس الأمة أم قبول استقالة الكويت أو طلب من الحكومة أن تستقيل أو ماذا؟ على كل حال هم يريدون حل مجلس الأمة، لأنهم يراهنون على أنه سيأتون بأعضاء يعني أفضل مما هم موجودين الآن، وسيأتون كما يقال يعني برئيس جديد وإلى آخره. نحن على كل حال مع كما نقول يعني مع الديمقراطية، ماذا ستأتينا؟ لا ليس لدينا مانع، والأمير سينظر إلى هذا الوضع، إلى هذا الشارع، وإلى رغبة كما يقال يعني نبض الشارع. بالنهاية يحكم هذا كله كما نقول الدستور والأطر الدستورية والقانونية. أما لغة الشوارع، يا رجل ضربوا أعضاهم، ضربوا أصحابهم، ضربوا بعض في المجلس فقط لأنهم حضروا جلسة الميزانية. تخيل جلسة ميزانية أموال أقروها، ضربوا زميلهم لأنه حضر جلسة الميزانية. هل هذه ديمقراطية؟ لا ندري ماذا نسميها. طيب إذن الديمقراطية التي لا تؤدي إلى العبث في الكويت، هذا ما قاله الشيخ نواف عبر سكايب الإعلامي أحمد المليفي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم أمس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على إصدار وزارة المالية التراخيص اللازمة لأول بنكين رقميين في السعودية تحت التأسيس وفقا لنظام مراقبة البنوك. ويسعى القرار لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية وتحقيق أعلى المراكز المالية العالمية في 2030. 20 عاما ونيف قطعتها شركة الاتصالات السعودية STC منذ تأسيسها كشركة حكومية خاصة للاتصالات في شبكة GSM في نهاية التسعينيات، وصولا إلى ما باتت عليه اليوم شركة تتصدر المراتب عالميا في تكنولوجيا الجيل الخامس، وتدخل عالم التكنولوجيا المالية الرقمية من أوسع أبوابه من خلال ذراعها للمدفوعات الرقمية STC Pay التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء للتحول إلى بنك STC الرقمي المحلي لمزاولة الأعمال المصرفية برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال. وستقوم STC بضخ مبلغ يتجاوز 800 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من بنك STC، وستدخل ويسترن يونيون مستثمرا في بنك STC بمبلغ 750 مليون ريال مقابل حصة 15%. ووفقا لهذا الاستثمار يصل تقييم بنك STC الرقمي إلى 5 مليارات ريال. هذا التحول يشكل ذروة جديدة في الاتجاه العالمي المتزايد نحو الدمج بين عالمي المصارف والتكنولوجيا الرقمية، وهو اتجاه تحجز السعودية لنفسها موقع الريادة عالميا فيه، وهو يتزامن مع خطوة استراتيجية أخرى في مسيرة STC في ظل الأنباء عن دراسة صندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من حصته البالغة 70% في المجموعة. شاد الزعيم، العربية. معنا من الرياض عضو جمعية الاقتصاد السعودي الأستاذ وليد بن غيث. أستاذ وليد، أهلا وسهلا بك للرابعة. في البداية، ماذا نعني ببنوك رقمية وكيف ستساهم هذه القرارات في دعم القطاع المالي في المملكة؟ والحقيقة هدف هذه البنوك الرقمية تقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات الرقمية والإلكترونية، وطبعا من خلال تطبيقات ومواقع الانترنت والهاتف المصرفي. بلا شك يعني فرصة هذه البنوك كبيرة، السوق السعودي كبير، البنوك الموجودة التقليدية يعني تقدم خدمات يمكن أقل ما يحتاج السوق، هناك شريحة مهمة من الكاستمرز غير مخدومة، خصوصاً الصغار مثل الطلبة، مثل بعض الشركات الصغيرة، المؤسسات الصغيرة. هناك فرصة كبيرة لتقديم خدمات أفضل لهذه الشرائح من العملاء قد لا تحرص عليهم البنوك التقليدية. طبعاً مثل ما قلنا السوق كبيرة، المجال لتقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية يعني ممكن تقديمها بجميع أشكالها والتوسع فيها، وتقديمها بكفاءة عالية جداً أفضل مما تقدمه البنوك التقليدية. طيب، حتى يتضح الفرق أكثر دكتور وليد، معروف أنه البنوك الرقمية كانت منذ سنوات في دول غير المملكة العربية السعودية تقريبا من التسعينيات، ولكن السؤال الأهم في هذه الحالة، هل هناك مثلا سيكون لها فروع، صرافات آلية، يستطيع مثلا العميل مراجعة أي فرع من فروع تلك البنوك الرقمية، أم أنها ستكون مثلا افتراضية بما أننا نتحدث عن زمن كورونا؟ هي بالتأكيد في الأساس هي افتراضية، وجودها افتراضي، ولكن سوف يكون متطلب أن يكون هناك فرع يعني فرع ملموس يعني في حالة الحاجة لمراجعة مثل هذه الأداة. طبعا مكان الصرف أكيد أنها راح تكون سهلة، راح يعني بتكون متوفرة للعملاء، ممكن تستخدم بعض الشبكات المتوفرة عند البنوك التقليدية. يعني أعتقد ليس هناك حدود لتقديم الخدمات البنكية يعني من خلال هذه البنوك الرقمية، وأعتقد أنه بالعكس يعني إذا افترضنا أنه هناك بنوك حديثة، تقنية حديثة،
ممكن أن تقدم خدمات بشكل تطور الخدمات، وهذا اللي يعني الآن الاختراعات والتقنية والخدمات يعني مجال الفنتك الآن في على مستوى العالم يقدم خدمات ويطور الخدمات المالية بشكل بجميع أشكالها بشكل متطور وأكثر كفاءة. فهناك الحقيقة فرص لهذه البنوك، يعني أعتقد أن البنوك السعودية التقليدية يعني الآن لا تعتبر متقدمة جدا من حيث التقنية والبنية التحتية لها. هل هذا ما دفع شركات اتصال مثل STC بأن تكون من أول البنوك التي تمت الموافقة على عملها في المملكة؟ الحقيقة يعني لشركة الاتصالات هي يعني شركة ناشطة في الاستثمار في قطاعات مكملة ولها علاقة أو ذات غير علاقة، يعني شركة الاتصالات نشطة جدا في الاستثمار وخصوصا في المجالات التقنية ولها نجاح وهي فاعلة جدا. فرص نجاح هذه النوع البنوك الرقمية فرص نجاحها عالية بلا شك لأسباب متعددة، لكن شركة الاتصالات بالذات فرصتها كبيرة جدا، وهي منافس بالتأكيد منافس يعني قوي ويعني كبير للبنوك التقليدية، يعني توفر البنية التحتية قدرتها المالية قاعدة العملاء الضخمة، يعني شركة الاتصالات تستطيع أن تتواصل مع يعني مع قاعدة العملاء في المملكة العربية السعودية وحتى خارجها في المنطقة في يعني في لحظات، يعني وهي معروفة لديهم وبالتأكيد يعني ففرصة شركة الاتصالات أكبر بكثير من البنوك الأخرى الرقمية بالذات، ولكنها يعني بالتأكيد فرصتها كبيرة ومثل ما قلت هي منافس قوي جدا للبنوك التقليدية. عضو جمعية الاقتصاد السعودي وليد بن غيث، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الرابع، نتابع في هذه الصور الحرائق التي اندلعت في غابات منتزه المسجي جنوب منطقة عسير. طبعا الدفاع المدني يباشر الحريق في هذه الغابات، ولا إصابات حسب مصادر العربية حتى الآن في هذا الحريق الذي اندلع في منطقة عسير. لدينا المزيد في الرابعة وتتابعونا بعد قليل. خبير فلك سعودي يتوقع طقسا أكثر قسوة وجفافا على مستوى العالم في المستقبل. أهلا بكم مجددا في لقاء مع مراسل العربية زميل سلطان السلمي. كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عن تجاوز أعداد المسجلين الراغبين في أداء الحج 540 ألف شخص حتى الآن. اليوم هو اليوم الأخير لتقديم الطلبات عبر بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية، وصل العدد إلى الآن 540 ألف طلب إلكتروني تم تقديمه من خلال البوابة. بنهاية اليوم إن شاء الله بإذن الله سيتم إغلاق فرصة تقديم لأي طلب إلكتروني. نحن نتوقع تقريبا إن شاء الله بإذن الله في نهاية الفترة يمكن تتجاوز الأعداد 550 ألف طلب. الأولوية حنضعها كالتالي، إنه في أول يوم يوم الجمعة حيكون حنعطي فرصة لمن لم يسبق له الحج قبل ذلك، هو حيعطى الأولوية الأول، ويكون من الفئة العمرية 50 سنة وأعلى. ستطلق البوابة وسيتم إتاحة الفرصة لكل شخص تقدم للطلب
بأن يضيف معه مرافق من أحد المرافقين اللي تم تسجيلهم مسبقا. نائب وزير الحج كشف عن اعتماد آلية من 3 مراحل لمراقبة أداء المناسك والخدمات المقدمة للحجاج، وأشار إلى أن خطة التسكين وزعت 5,000 حاج داخل الأبراج، و 55,000 حاج سيكونون داخل مخيمات مشعر منى. آلية الرقابة في الحج حتكون هذه السنة على 3 مستويات. المستوى الأولاني هو المستوى على مدى التزام الجميع والجهات بتطبيق الخطة. المستوى الآخر الثاني وهو المستوى اللي هو مدى تطبيق العاملين على تقديم الخدمة بتقديمها بشكل جيد. هناك في فرق محددة ستقوم بجولات تفتيشية وجولات رقابية. عدد الحجاج اللي حيكونوا إقامتهم في الأبراج قرابة 5,000 حاج، وبالتالي 55,000 حاج حيكونوا متواجدين في منى. أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي للعربية على تقديم أكثر من 800 شركة على نظام مكافحة التستر التجاري. وكانت وزارة التجارة قد أطلقت فترة تصحيحية لمكافحة التستر بداية من مارس الماضي حتى أغسطس المقبل. قبل شهرين من نهاية الفترة التصحيحية لمكافحة التستر، استفادت أكثر من 800 شركة ومنشأة تجارية من هذه الفترة، بعضها من الشركات التي تصل قيمتها للمليارات. وتتيح الفترة التي حددتها وزارة التجارة تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة دون إيقاع أي عقوبة، مع الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. اليوم الدولة عملت نظام جديد لمكافحة التستر، نظام صارم، لأنه وراء كل متستر سعودي، فبالتالي الهدف هو معاقبة المتسترين، لكن أعطت فترة تصحيحية لمعالجة وضع المتسترين لتصحيح أوضاعهم. أيضا هذا لاحظنا الحمد لله حتى الآن وصل المتقدمين يمكن 800 شخص، لكن ما شاء الله شركات كبيرة وشركات عملاقة. وزارة التجارة حدثت بداية هذا العام العقوبات المقررة على المتسترين الذين يتم ضبطهم من الجهات الرقابية، لتشمل غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتحاول التجارة التضييق على المتسترين بعدد من الإجراءات التنفيذية، مثل الإلزام بوجود الدفع الآلي. ويتراوح حجم التستر التجاري في السعودية ما بين 300 إلى 400 مليار ريال سنوية بحسب آخر الأرقام. سلمان راجح، العربية، الخبر. ضمن فعاليات معرض الصحة العربية، أكد للعربية الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح أن السعودية تستهدف صادرات غير نفطية بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. برنامج صنف السعودية أطلق برعاية كريمة سمو سيدي ولي العهد في 28 مارس. من هذاك اليوم إلى اليوم الحمد أكثر من 1250 شركة تقدمت للبرنامج. اليوم في معرض الصحة العربي اللي هو أول معرض يحمل هوية صنع في السعودية بمشاركة 16 شركة من الشركات الطبية في المملكة في جميع المجالات الطبية، في مجالات الأدوية، مجالات الميديكال ديفايسز، وكذلك في المستلزمات الطبية.
طبعا ولله الحمد يعني الصناعات الدوائية والهيلث كير بشكل عام في السعودية كصناعات شهدت الحمد لله تميز كبير. حاليا حجم الصناعة 34 مليار، ما نقوم بتصديره حاليا هو 1.5 مليار، والحمد لله ولله الحمد نفتخر في أنه خلال الأسابيع الماضية تم إطلاق أول جهاز تنفس صناعي مصنوع في المملكة العربية والسعودية. ما هي حجم الصادرات المستهدفة خلال السنوات القليلة المقبلة؟ طبعا حاليا الصادرات كخط أساس لدينا هو 1.5 مليار، ونستهدف بإذن الله أن يكون هناك نمو كبير في الصادرات ومستهدفات كبيرة في 2030. طبعا بشكل عام هيئة تنمية الصادرات والصادرات الغير نفطية مستهدفاتنا أنه تكون في 2030 نسبة الصادرات الغير نفطية تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي. طبعا هذا بيكون في جميع المجالات، مجالات الكيميكلز، مجالات الغذائية، وعلى سبيل المثال وحصر كذا ذلك مجالات الأدوية وغيرها من المجالات والقطاعات ذات العلاقة. تشهد دول الخليج ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة العظمى كما هو معايش وملاحظ. هذا الارتفاع قد يتجاوز 50 درجة مئوية في بعض مناطق السعودية بحسب توقعات أستاذ التغير المناخي بكلية الأرصاد والبيئة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور المزروعي. هذا الارتفاع جزء من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة نتيجة للاحتباس الحراري. المزروعي حذر من صعوبة الطقس في المستقبل حيث سيكون أكثر قسوة وجفافا على المحاصيل الزراعية. معنا من جدة أستاذ وخبير التغير المناخي الدولي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور منصور المزروعي. أهلا بك دكتور منصور. يعني الحر ما شاء الله تبارك الله دخل حتى قبل موسم القيض على قولة الدكتور خالد الزعاق، ولكن أنت تقول بأن الطقس خلال السنوات المقبلة سيكون أكثر قسوة، إلى أي درجة يا دكتور؟ نعم، حقيقة درجات الحرارة يعني من السابق لم تورد أنها وصلت 50. أول ما وصلت 50 في جدة عام 2010، وبعدين في 2011 في الأحساء، وفي مكة وصلت كمان 2051، لكن في مطربة عام 2016 في يوليو وصلت إلى 54 درجة. والعام الماضي وصلت في الكويت والعراق وصلت إلى 53 درجة. الآن الفيوتشر المستقبل لهذه الدرجات هو حقيقة في ارتفاع ملاحظ، يعني وهذا اتجاه عام للحرارة وهو ارتفاع موجود. يعني النقطة الثانية المهمة في الموضوع، وين هذا الارتفاع موجود؟ هو موجود بشكل أساسي على شمال شرق المملكة بالتحديد، لكن لازالت الرياض والمناطق اللي حولها توصل في بعض الأيام توصل لخمسين وما فوق. يعني إحنا غريبين على 50، حتوصل 50 حقيقة. هذا ثابت يعني من خلال الدراسات اللي قمنا فيها. نعم. طيب، ولكن خلينا نتحدث بالسنوات يا دكتور. أول شيء، هل قدرة الإنسان قادر يتحمل هذه الدرجات العالية؟ وهل ممكن هذه الدرجات تكون بدون حدود؟ أنت تتحدث أنه جربنا درجة 53 وممكن أعلى من كذا، لكن هل ممكن توصل درجات الحرارة مستويات أعلى؟ وهل نحن كبشر قادرين على التعايش مع هذه الدرجات العالية؟ حقيقة أنا من خلال الدراسات اللي شفتها ما توصل أكثر من 53 أو 54. طبعا هذه ما هو في كل وقت، هي في الصيف، والصيف الحار القيض اللي هو شدة الحر توصل على 50 52 53، وما هي قريبة. يعني احنا شهدنا 52، لكن في حالات نادرة، يعني ما هي في كل يوم، يعني يجيك يوم في الموسم كله يعني. لكن بشكل عام حرارة في ارتفاع، لكن ما هو ارتفاع يعني زي ما تقول يعني لا يمكن التعايش معه، هو تعايش معه، لكن يعني الواحد يعدل اللي هو نمط حياته ويعدل طريقة الحياة وتمشي الأمور إن شاء الله. طيب، الآن هذه الأرقام وهذه الإحصائيات، هل تستطيع دول بعينها مثل المملكة التحكم في درجات الحرارة؟ لدينا الآن مبادرات السعودية الخضراء، الشرق الأوسط الأخضر، أم أن المسألة تتطلب تعاون دولي لمواجهة الاحتباس الحراري يا دكتور؟ حقيقة يعني هذه نقطة رهيبة كويسة أنك ذكرتها، السعودية الخضراء واللي هو الشرق الأوسط الأخضر، مبادرة أولي العهد الله يبارك فيه.
الدراسات اللي بنسويها في التغير المناخي الآن من عام 2013 و2015 و17 و19 و20 و21 كل الدراسات اللي جريتها أثبتت أنه السعودية سوف تكون يعني توجهها حيكون تغير مناخي أخضر، وأنه حيكون المنطقة يعني أمطار زيادة عن المعدل على المناطق اللي هي من الوسطى على الجنوبية، وعلى أساس هذا أنه نعدل اللي هو نمط الزراعات، وأنه يكون في عندنا أكثر زراعة على الوسطى وعلى الجنوبية وغيره. في عندنا نقطة مهمة جدا حقيقة، منطقة اللي هو شمال غرب المملكة اللي هي تبوك، هذه تعطي أنه في أمطار أقل معدل. على هذا الأساس إحنا نحتاج أنه نوظف عملية الزراعة بحيث أنها تكون زراعة ذات محاصيل أقل استهلاكاً للموية. طيب دكتور، سؤال أخير بس فيما تبقى لنا من وقت. نعم. هذه درجات الحرارة التي تشير إليها الآن يقال بأنها تؤخذ في الظل، هل هناك درجات حرارة أخرى نشعر بها نحن كبشر عندما نمشي في الشارع دون وجود ظل؟ يعني درجة الحرارة ممكن توصل 60؟ وحقيقة يعني في نوعين من الحرارة، في حرارة أشعة الشمس وفي حرارة الجو. حنا نقيس بالأرصاد حرارة الجو في الظل، وهو هذا معيار عالمي على جميع أنحاء العالم يقيسونه بطريقة محددة، بحيث أنه لما واحد يقول أنا 53 إذا هم عارفين سواء أنت في السعودية في الكويت في اليمن في مصر في أي مكان في العالم يعرفون أنك أنت قسه بالمقياس العالمي، فهم يعرفوا هذا المقياس واضح بالنسبة للناس أنه هذا حرارة الظل وليس حرارة الشمس، لأنه حرارة الشمس مو 60 توصل أحيانا 70. أنا مرة قسنا في الكويت مع الإخوان في الأرصاد الكويت 70 درجة حرارة الشمس كانت، فهي يعني حرارة شمس يعني ما نبغى نمشي فيها أصلا يعني. إذن الحرارة توصل 70 في بعض الأحيان ولكن ليس في الظل. خبير التغير المناخي الدولي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور منصور المزروعي، شكرا جزيلا لك. المزيد من حالة الطقس ودرجات الحرارة مع الزميلة بنان. أهلا بكم مشاهدينا، حالة الطقس الخاصة باليوم الأربعاء نبدأها من السعودية، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من المناطق الشرقية، وتعود تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض ممتدة إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية. وإلى العاصمة الرياض، الأجواء صافية اليوم، درجات الحرارة لا تزال في المستويات الأربعينية، تنخفض ليلا إلى أواخر العشرينات، نسبة رطوبة تسجل 7% وحركة الرياح نشطة مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار. أما في العلا الطقس صافي ودرجات الحرارة في أواخر المستويات الثلاثينية نهارا، تنخفض إلى العشرينات ليلا مع نسب رطوبة دون 10% وحركة الرياح تكون خفيفة. وإلى السود، الأجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة دون المستويات العشرينية نهارا، نسبة رطوبة منخفضة تقل عن 20% وحركة الرياح تكون متوسطة. وإلى الإمارات من دبي تحديدا، الطقس صافٍ، درجات الحرارة تكون في أوائل المستويات الأربعينية، تنخفض إلى الثلاثينات ليلا، نسبة رطوبة تقل بعض الشيء تصل إلى 30% وحركة الرياح تكون نشطة. أما في أبوظبي، أجواء غالبا صافية، درجات الحرارة في المستويات الأربعينية تنخفض إلى أوائل الثلاثينات ليلا مع نسب رطوبة تزيد عن 40% وحركة الرياح تكون متوسطة. وإلى الكويت، الطقس حار ودرجات الحرارة في أواسط المستويات الأربعينية تنخفض ليلا إلى الثلاثينات، نسب رطوبة تقترب من 30%، يطرأ نشاط كبير على حركة الرياح مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في الطرق الصحراوية. مشاهدين، بهذا وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء. لولا سموم القيض ما جاد النخيل، هكذا كان يقول العرب القدماء كناية عن جودة النخيل في الصيف. فما علاقة موسم القيض بجودة ثمرات النخيل؟ المزيد في تقويم مع خالد إزعاك. لولا سموم القيض ما جاد النخيل، هكذا يقول أهالينا رحمهم الله في أشجاعهم الواقعية، بمعنى أنه لو ما صار عندنا سموم ولا صار عندنا قيض ما كانت النخيل ذات جودة عالية. فالنخيل موجودة على جل بقاع العالم، لكن إنتاجه للتمور الطيب ما يصير إلا عندنا. ليش؟ لأن عندنا سموم وعندنا قيض. مضى أيلول وارتفع الحرور وأخبت ناره الشعرى
العبور. فكلما زادت الحرارة زادت الحلاوة، فألذ أنواع الفاكهة هي الفاكهة الصيفية. ليش؟ لأنها تنضج بحرارة الصيف، والصيف له بداية وشدة ونهاية، فشدته في حال القيض ونهايته في حال القويض. والعامة يحسبون الفاكهة الصيفية بالقمرة، وهي 4 شهور: قمرة مشمش، قمرة ماماش، قمرة رطب، قمرة عنب. فأول الفاكهة الصيفية هي المشمش، وآخر الفاكهة الصيفية هي العنب، وما بينها يأتي التين ويأتي الرمان وغيرها. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري، حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار. أيضا في 4 ولكن بعد قليل، مكافحة الفساد السعودية تعلن عن 9 قضايا توقف متورطين فيها، بينهم قاض ومديرة مجمع لتحفيظ القرآن. ومن أخبار الرياضة في نشرة 4 ولكن بعد قليل، مواجهة مرتقبة بين بطل أوروبا وبطل العالم في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم الليلة. أهلا بكم مجددا. في السعودية باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 9 قضايا جنائية، من بينها قضية استغلال نفوذ وظيفي لتحويل مبالغ مالية غير مشروعة للخارج، حيث تجاوزت تلك المبالغ 500 مليون ريال، وذلك عبر 40 حسابا بنكية لكيانات تجارية وهمية. ومن أبرز تلك القضايا أيضا إيقاف قاضي لقبول عدد من الرشاوى تجاوزت 41 ألف ريال، كما ضبطت نزاهة السعودية مديرة مجمع لتحفيظ القرآن لاستيلائها على أكثر من 153 ألف ريال مخصصة للصرف على المجمع. حتى الرياضة فيها فساد، ولكن أخبار أخرى عن الرياضة مع زياد عبيدات. شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعرب مدرب منتخب النمسا لكرة القدم عن استيائه من لعب مواجهة منتخب إيطاليا في الدور المقبل لبطولة كأس أوروبا في لندن، مما سيؤدي إلى حرمان مشجعي المنتخبين من السفر، وطلب بتغيير مكان المباراة. وتفرض بريطانيا على الوافدين الجدد إليها الحجر الصحي لمدة 10 أيام، وحذرت وزارة الخارجية النمساوية بعدم السفر لحضور المباراة في ويمبلي. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن اللاعب لوك دي يونغ سيغيب عن بقية مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، وتعرض وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التمارين. وأصيب دي يونغ الذي شارك بديلا في مباراتين في البطولة خلال التحام مع زميله كودي جاك بو في التدريبات، ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي باستبدال اللاعبين في هذه المرحلة من البطولة باستثناء حراس المرمى المصابين. وستلعب هولندا مع أحد أفضل الفرق التي تحتل المرتبة 3 في دور المجموعات. يلتقي الليلة حامل اللقب الأوروبي منتخب البرتغال مع حامل اللقب العالمي منتخب فرنسا في قمة منافسات المجموعة 6 لبطولة كأس أوروبا، ويسعى منتخب فرنسا للفوز في المباراة لضمان صدارة المجموعة، بينما تسعى البرتغال لمصالحة جماهيرها بعد الخسارة القاسية أمام ألمانيا في الجولة الماضية والحصول على الصدارة، وبانتظار تعثر ألمانيا في المباراة الثانية ضد المجر. وقال ديديا ديشان مدرب منتخب فرنسا إن لاعبي منتخب البرتغال يعرفون فريقي جيدا، وبكل الأحوال ستكون مباراة جميلة المستوى.
وفي المجموعة الخامسة لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم يستقبل منتخب إسبانيا منتخب سلوفاكيا في مباراة صعبة، ويسعى منتخب سلوفاكيا إلى تحقيق المفاجأة أمام المنتخب الإسباني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره. وتحتل إسبانيا المركز الثالث برصيد نقطتين من التعادل أمام السويد وبولندا في أول جولتين، وهي مطالبة بالفوز لحسم التأهل إلى المرحلة المقبلة. وبدوره أكمل منتخب السويد الذي ضمن التأهل تحضيراته لمواجهة منتخب بولندا، ويتصدر فريق المدرب يان أندرسون المجموعة الخامسة بأربع نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن سلوفاكيا، تليها إسبانيا بنقطتين ومن ثم بولندا في المركز الأخير لهذه المجموعة بنقطة واحدة. تغلب الوداد على مضيفه نهضة بركان بهدفين دون مقابل في الجولة 23 للدوري المغربي لكرة القدم، فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح الضيوف بتسجيل أول الأهداف في الدقيقة 50، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب أصحاب الأرض محسن ياجور، واستفاد الوداد من النقص العددي لمنافسه وأضاف الهدف الثاني قبل النهاية ب13 دقيقة. بهذا الفوز استمر الوداد في الصدارة ب51 نقطة، فيما يأتي النهضة في المركز الخامس ب30 نقطة. في الدوري الأمريكي لكرة القدم تغلب أورلاندو ماجيك على سان خوسيه بخمسة أهداف دون مقابل. أول أهداف اللقاء سجله لويس تناني من ركلة جزاء في الدقيقة 7، وأضاف بنجي ميشيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 16 من زمن هذه المباراة. أما الهدف الثالث لفريق أورلاندو ماجيك فسجله داريل دايك في الدقيقة 31، ونجح نفس اللاعب بإحراز ثاني أهدافه والرابع لفريقه في الدقيقة 49 من ركلة حرة، فيما شهدت الدقيقة الأخيرة الهدف الخامس لأصحاب الأرض والثاني للاعب بنجي ميشيل ليصل رصيد الفريق الفائز إلى 18 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الشرقية. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومباشرة أعود إلى محمد الطنيحية. شكرا زياد، ابقى معنا لمتابعة هذا التقرير من الأحساء التي تشتهر بالعديد من المهن والحرف الشعبية القديمة التي ما زالت تمارس حتى اليوم. حرفة الصياغة أبرز هذه الحرف اليدوية التي برع فيها حيدر الجاني أصغر صائغ في الأحساء. حيدر ابن 20 عاما بدأت رحلته في تعلم الصياغة منذ أن كان في 14 من عمره، ليصبح اليوم أصغر سائغ في الأحساء يعمل إلى جانب والده في مهنة صياغة الفضة. أنا أشتغل في هذا الشغلة من عمر 14 سنة مع الوالد، كنت أروح المحل مع الوالد وأنظر له كيف الشغل نظريا، وبعد تعلمت عمليا مع الوالد. صار لي 5 سنين في هذا الشغلة، وأنا الآن أدير محل الوالد وأساعده في الإدارة وفي الشغل. داخل هذا الدكان في سوق الحرفيين بالأحساء استطاع حيدر أن يصنع أكثر من 100 خاتم ليتمكن من توطيد علاقته مع زبائنه الذين فضلوا التعامل معه لجودة صناعته. يوميا أشتغل 4 ساعات لتصنيع الخواتم وتعديلها وتركيب الأحجار فيها، وجوني زباين لتصنع شكل معين وأصنعها لهم، وأطمح أن في هذا الشغلة أصير أفضل. المشاركة في المهرجانات هي هدف حيدر للتعريف بهذه المهنة التي ينتمي إليها سعياً منه إلى تحفيز الشباب للحفاظ على الحرف والصناعات اليدوية. حبي لهذه المهنة خلاني أشارك في مهرجانات محلية، وطموحي أن أشارك في مهرجانات محلية أكثر ومهرجانات خارج المملكة لأبرز مهنة آبائي وأجدادي، وأخلي الشباب ينظرون في المهنة الموجودة عندنا في المملكة ويفتخروا فيها. في الوقت الذي يعزف الكثير من الشباب عن المهن اليدوية، يواصل حيدر تمسكه بمهنة آبائه وأجداده محتفظا بكثير من المهارات والإمكانيات التي يسعى خلالها إلى ترسيخ مفهوم ثقافة العمل اليدوي. من الأحساء علي اللغبي، العربية.
القوة حيدر. نظمت وزارة الثقافة السعودية معرضا خاصا بتاريخ الخط العربي تحت عنوان رحلة الكتابة والخط، حيث سلط فيه الضوء على جذور اللغة العربية منذ القدم وحتى اليوم بمشاركة كبار الخطاطين والمصممين المعاصرين من السعودية ومختلف دول العالم. آلاف الأحرف ظهرت على هذه الشاشة المكتوبة بجميع اللغات والتي جمعت بين تحدي الإنسان والذكاء الاصطناعي في خلق نظم معلومات بين اللغات القديمة والحديثة، حيث تعلمت الآلة أن تكتب كما كان الناس في القدم يكتبون. أنا أدخلت للكمبيوتر من خلال استخدام تقنية الماشين ليرنينج أو الذكاء الاصطناعي أكثر من 180 نظم كتابة من اللغات القديمة مبنية على الصورة زي اللغة المسمارية أو اللغة المصرية القديمة، وحاجات كتيرة جدا من التدريب بيبدأ الكمبيوتر يخلق أو يولد حروف هي أشبه بالحروف النظم الكتابة القديمة ولكن هي غير حقيقية. قصائد وأشعار عرضت بخطوط متنوعة في معرض رحلة الكتاب والخط. تجسدت قصيدة الشاعر نزار قباني على هيئة عقود حديدية وقصيدة أخرى على لوحات جدارية. تم دمج بعض الكلمات بغير عدم مخالفة القواعد، بحيث أن هذا الدمج يمثل إضافة فنية وكذلك إبراز لقدرة الخط العربي على توالد حروفه على توالد الحروف من بعضها. فنون الخط العربي لم تقتصر في هذا المعرض على الجداريات وتحدي الآلة، بل دخلت إلى عالم الأزياء والمجوهرات. المصممة السعودية ابتسام الكصيبي وظفت أحجاراً كريمة من مدائن صالح والعلا في تصاميمها للخط العربي. ربط أعمالي بالتراث وبالمناطق القديمة مثل العلا ومدائن صالح وبالخط النبطي والكوفي والمدني، يعني وبالأحجار الموجودة بالصحراء كحجر القيصوم. دمج الخط العربي علاقاته الفنية بين التصميم المعاصر والذكاء الاصطناعي بمشاركة كبار الخطاطين والمصممين. هذه كانت بعض النماذج التي عرضت في معرض الخط العربي في المتحف الوطني السعودي. غادة الفهد، العربية، الرياض. نختم الرابعة بهذا الخبر العاجل الذي تشاهدونه الآن على شاشة العربية، حيث أعلنت قبل قليل اللجنة الوطنية للأمراض المعدية في السعودية اعتماد إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين، وذلك طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية. إلى العناوين. أمير الكويت يؤكد مراقبة المشهد وإعطاء الفرصة في البرلمان ويدعو أعضاء فيه لمراجعة حساباتهم. مجلس الوزراء السعودي يوافق على إصدار التراخيص اللازمة لتأسيس أول بنكين رقميين في البلاد. مصادر خاصة تكشف للعربية آلية الاختيار بين نحو 540 ألف متقدم لموسم حج هذا العام. ووزير التجارة السعودي يتحدث للعربية عن تقدم أكثر من 800 شخص لتصحيح أوضاع تتعلق بالتستر التجاري. ومسؤول سعودي يكشف للعربية عن تقدم أكثر من 1200 شركة لبرنامج صنع في السعودية. إلى اللقاء.